كوتش، يعني كنتوا ماشيين بشكل كتير منيح بالجيم، تقدمتوا، شو صار معكم الكوارتر الثالث والاخير يعني خاصه شفتكم ضد الزون شوي من نص ثالث كوارتر وطالع اخذوا مومنتوم التضامن، صار عندنا ثغره كتير كبيره على الفور بوزيشن. اليوم كان عندنا بالفعل ضعف على البوزيشن فور، بس ما كان بجو الجيم نهائيا. جربنا شوي نقلب زون، كمان عملنا اغلاط اكثر خاصه التالي اليوم، يعني الاوت سايد يعني جيم. يعني بس لقط المومنتوم تبع التضامن صار، اذا بتلاحظ الكل عم بيهدفوا، حسوا حالهم انه ارتاحوا بالجيم، كانوا الفريق الافضل بالنهايه، هن كانوا بيستاهلوا يربحوا، بنقول لهم مبروك. طب شنيك يعني الكوتش كمان بدنا نسال، يعني محمد كوني ما عم تقدر تلعبه كثير بارض الملعب، ما عم يقدم يمكن المستوى اللي انت بتطمح له، هيدا الشيء قد ايه عامل عندك يعني نقطه ضعف بفريقك؟ عم تلعب اغلبيه الوقت باجنبي واحد، يعني تقريبا كل البطوله لهلا. صحيح اول تو جيمز لعب بعدين انصاب، هلا رجع من اصابه ودجا ما قلب البطوله يعني، ورجع من اصابه يعني شفت مستواه كثير سيء، عم نضطر نلعب باجنبي واحد، عم يتعب شوي نيكولوس محلات، ما فينا نريحه مثل ما لازم. يعني على امل انه نقدر نشيل الفيبا بان قريبا لنقدر نشوف شو بدنا نعمل، لانه ضروري نعمل تغيير، يعني الفريق كله ماشي بس ما فيك ضاين كثير جيمز عم تلعب باجنبي واحد، يعني هذه نقطه ضعف كبيره. يلا اخر سؤال، شو كان رايك بمستوى جاد خليل اللي قدمه اليوم بالجيم يلي بالفعل بكبر القلب انه عندنا مستقبل للاعبين كثار بالليج؟ ما في شك يعني، بس تشوف لاعب مثل جاد عطى هيك بيرفورمنس يعني بيعزي لك الخساره شوي، لانه بالكل ما بيطلع عنا تالنت جديد بالباسكت. يعني خسرت جيم بس ربحت اليوم، اذا بدنا نقول انا من قبل عارف انه ربحانه، يعني شوي شوي بس ليتعود على جو الضغط والبريشر، جاد عنده مستقبل كبير كبير ومن زمان عم بقولها مش من هلا. بدي اشكرك، هارد لك.